بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 9090. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الهدى محمد بن عبد الله المبعوث رحمة وهداية للعالمين، وعلى الآل والأصحاب ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين. وبعد، أبنائي الأفاضل، إنها لفرصة طيبة في هذا اليوم المبارك أن نلتقي بأستاذ فاضل وداعية معروف حريص كل الحرص إن شاء الله على توجيه وإصلاح وبذل الخير لأبناء أمته، لأبناء أمتنا الإسلامية. فأهلا ومرحبا بفضيلة الشيخ سعد البريك، المحاضر في الكلية المتوسطة المجاورة لنا. كما لا يسعنا إلا أن نشكر كل من ساهم في هذه المحاضرة التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم. وكان للأستاذ أحمد قائد الدور الأكبر، جزاه الله خيرا، في الاتصال بالشيخ فشكر الله له. كما نأمل أن نستفيد وأن نعي الكلمات التي نسمعها، فما أحوجنا إلى الكلمات التي ربما إن شاء الله تكون مصدر خير وصلاح ومصدر توجيه لنا في حياتنا. رب كلمة أبنائي، رب كلمة تسمعها الآن ترسخ وتصل إن شاء الله إلى أعماق النفس فتؤثر فيها وتصلحها، وهذا ما يؤمله المسلم دائما وأبدا. فيا أبنائي، يعني في مثل هذه المحاضرات والندوات لابد أن نجتهد ونحرص وعلى سماع والاستفادة من كل كلمة تقال، ونحن والله بحاجة. الإنسان مهما وصل علمه ومهما كانت عبادته وطاعته لله فهو بحاجة ماسة إلى أن يستفيد من أساتذة الذين فرغوا أنفسهم وبذلوا أوقاتهم لكم، يؤملون الخير لأنفسهم ولمجتمعهم الإسلامي. فلا يسعنا باسمكم جميعا أساتذة وطلاب إلا أن نرحب بالأستاذ الفاضل ونشكره كل الشكر على تفضله بإلقاء هذه المحاضرة، ونسأل الله للجميع السداد والعون والتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، على ما من به علي وعليكم في هذا الاجتماع الطيب المبارك. وبادئ ذي بدء أشكر الله، ثم أشكر فضيلة الشيخ عبد الله والأستاذ أحمد على تهيئة هذه الفرصة المناسبة. ومن نافلة القول أن أحدثكم بأن الأستاذ عبد الله لا أزال في خلاف معه هل درسني أم لا، وهو يرفض أن يعترف. وأنا أقول له أنت درستني، لأن يعني شرط الإمام مسلم تحقق، اللي هي مسألة المعاصرة. تعاصرنا في ثانوية بدر، كان أستاذا وكنت تلميذا، لكن يقول أني درست الأولى وما درست الثالثة. على حال خذوها عندكم فائدة لتعرفوا أن الأستاذ عبد الله من أساتذتنا، فليس غريبا أن يكون طلابه على ما فينا من تقصير إن شاء الله يعني من أهل هذا المنهج. نسأل الله أن يثبت الجميع على دينه. أحبتي في الله، حديثنا بعنوان الشباب والتجدد، الشباب والتجدد. وقبل أن ندخل في هذا الموضوع أود أن أعرف كم عدد الطلاب الذين يجلسون في هذه القاعة أو الذين يدرسون في هذه المدرسة، كم عددهم؟ أكثر من 500. يعني الطلاب هؤلاء طلبة الثالثة ولا؟ الأدب عاد أصحابنا، لأني خريج أدب يعني. الله يسأل أنا محالك، ها؟ لك الله يأخذ الجميع. الحاصل يا أخواني،
عدد هؤلاء الطلاب الذي يبلغ 500 طالب قل أو كثر، هذه الثانوية أو هذه المؤسسة التعليمية في مخاض تدفع بما فيه إلى المجتمع ب500 نعمة أو مصيبة أو بينهما. يا إما يخرج من هذه المدرسة 500 نعمة وفائدة ومنة ونتيجة طيبة للأفراد والأسر والمجتمعات، أو يخرج عدد منهم مصيبة وعدد منهم نعمة وعدد منهم نقمة، أو لا حول ولا قوة إلا بالله تخرج الدنيا كلها مصائب. لماذا؟ لأن كل واحد منكم يمثل بذاته مشروعا في حياته، كل واحد منكم يمثل بنفسه مشروعا في حياته. فمن كان على درجة من الخير والصلاح والاستقامة فذاك حري أن ينقل ما وجده في نفسه إلى من حوله من أسرته وإخوانه ومجتمعه، ومن كان في مصيبة وضلال وغواية على نفسه فلا شك أننا لا نجني من الشوك العنب. علمت يا مجاشع ابن مسعدة أن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، مفسدة للمرء أي مفسدة، لن تصلح الناس وأنت فاسد، هيهات ما أبعد ما تكابد. الإنسان الفاسد أو الطالح لا يمكن أن يورث المجتمع صلاحا، والإنسان الصالح بإذن الله جل وعلا كشجرة طيبة ينبت ثمارا طيبة بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفنا هذه المسألة أيها الإخوة أدركنا أن كل واحد منا ينزل على ميدان الحياة ليمثل بذاته مشروعا. إخواني، لا يحقرن أحدكم نفسه. قد يقول البعض: من أنا حتى أكون مشروع؟ من أنا حتى أكون كل المتماسك في هذا المجتمع؟ من أنا حتى يكون لي كيان ووجود في هذا المجتمع؟ أقول يا أخي لا تحقر نفسك، اعلم أن الله جل وعلا يوم أن خلق من أصغر الدواب على الأرض النملة خلق لها جهازا تناسليا وتنفسيا وهضميا وعقلا تدبر به أمور معاشها، وأبدع فيها ألوانا كثيرة من معجزاته سبحانه. النملة الصغيرة، فأنت بطولك وعرضك وحجمك أليس فيك من دقيق خلق الله ما يدعو إلى التدبر والتفهم في هذه الحكم العظيمة؟ بلى والله. أنت ألم يسجد الله الملائكة لأبيك آدم؟ ألم يكرمك الله جل وعلا وفضلك على كثير ممن خلق تفضيلا؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. إذن ينبغي يا إخواني أن لا يستهين أحد بنفسه في البداية. يعني نحن نتعامل في البداية مع أناس لهم وجود في المجتمع، وكل واحد منكم له وجود ثابت واضح جلي في مجتمعه، والذي لا وجود له كهذا الجماد أو كهذا الجماد أو كهذه الستارة. الذي لا يعترف بوجوده في مجتمعه يعتبر نفسه كأحد الجمادات الموجودة في هذا الكون. لكن نحن نقول أن جميع هذه الوجوه كل منها له وجود ينبغي أن يثبت، ينبغي أن يفرض، ينبغي أن يعرف، سواء علم الناس أم لم يعلموا، جهل الناس أم لم يجهلوا، وجودك لابد أن يثبت. ووجود الحق، وجود الحق لا يفت فيه أو يكذبه أو يصد أن أهل الباطل يتجاهلونه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجد وأرسله الله جل وعلا تجاهلته قريش وادعت عدم تصديقه وعدم الاعتراف به، فهل يعني أنه ليس برسول لأن هؤلاء تجاهلوه ولم يعترفوا به؟ لا، الذين أنكروا وجود الله هل إنكارهم يدل على أن الله ليس بموجود؟ لا. كذلك أنتم يوم أن تكونوا موجودين، يوم أن تكونوا موجودين لا يمكن أن يكون استهتار طائفة من أفراد المجتمع الذين لا خلق لهم ولا أدب، أو تجاهل أو تشاغل كثير عن الاعتراف والشعور بوجودكم أن يكون دليلا على عدمه أبدا. بل نخرج من هذه الخلاصة أن كل واحد منا كيانا مشروعا مستقلا ثابتا في هذا الكون. فلننظر هذا الكيان ماذا يحدث. أنت كل شاب منكم كيان مستقل في هذا الكون، فماذا تحدث؟ البهيمة كيان، الدابة كيان، الإنسان كيان. فأما البهائم فالذي نعرفه عنها أنها تأكل وتشرب وتنام وتنكح وتتناسل، وهذه وظائفها. فمن اقتصر وظائفه على مشابهة وظائف البهائم فذاك حري أن نقول قد أكرم بعقل لكنه عطله، فشابه البهائم في سلوكه.
وأما الذي أدرك كيانه ووجوده وعرف أن الله سبحانه وتعالى فضله فذاك حري أن يحدث لهذا الكيان أثرا، أن يحدث لهذا الكيان أثرا. فأنتم ما هو أثركم؟ هذا هو موضوعنا، الشباب والتجدد. لن أطيل كثيرا في مسألة لماذا الشباب ولماذا الكلام عن الشباب إلى الأسطوانة المعروفة الشباب وعماد الأمة وركن الأمة، وكلكم تعرفونه، تعرفون هذا الكلام جيدا. لكن أقول يا إخواني، الشباب في واقعنا، الشباب الآن اليوم في واقعنا على ثلاث حالات: إما انحطاط وتخلف، وإما جمود وركود، وإما ترق وتقدم. فالشباب الذين نراهم في الجمود، نبدأ بالوسط، ما يسمى هذا وسط، أو نبدأ بوسط النقاط الثلاث، وأن ليست الوسطية المطلوبة. الذين هم في جمود وركود أولئك الذين يصدق عليهم العامة: حطني تلقاني. تعرف شو أنا حطني تلقاني؟ يعني الشاب اللي لقيناه في إيده، السنة الجاية نلقاه في إيده، اللي بعدها في إيده، ما لم يسلم ملفة من قبل الإدارة أو يطرد طردا، وإلا يمكن يوم الأيام يحنط ويحط تمثال في المدرسة. يعني ما في مكانه، مكانك سرت، لا تجد أدنى نفع أو تقدم أو تطور بأي حال من الأحوال. والسبب أن تجد بعض الشباب يعني أرادوا أن يقفلوا عقولهم هكذا ولا يقبلوا من المجتمعات عدلا ولا صفا، وهذا أمر شاهدته في كثير من الشباب. تأتي إلى شاب تجد عنده جمود: يا أخي أكمل دراستك، ما لي نفس، ما لي خلق في الدراسة. يا أخي توظف، تبي تحطني عريف ولا جندي أقعد واقف كذا؟ وش حطك عقيد متقاعد ولا وش تبي حطك حقيقة؟ يا أخي طيب هذا سوق الخضرة باسط، اشتلك شحنة طماط على صبح رب العالمين وخذ من أرزاق الله جل وعلا وبيع واشتر. لا، أنا ولد فلان أوقف أحرج على طماط؟ طيب يا أخي ماذا نعمل؟ الجمود، الجمود يعني ألف هذا الأمر، ولذلك شب ويشيب عليه. وأعرف أصنافا عديدة في مجتمعنا من هذه الطائفة منذ سنوات طويلة حتى يومنا هذا، بل منهم أيام كنا في الثانوية وصل الدراسة وهم وقفوا في أماكنهم وتجمعنا بهم يعني مناسبات أو موافقات معينة: يا فلان والله على خبرك. كأن المسألة مسألة الثبات في الدين، والله لو وضعوا الشمس في يمين والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر، حتى عليك دون من أترك البطالة ولا أترك الجمود. يعني المسألة إصرار على هذا الركود وعلى هذا الجمود. وهذه الطائفة يا إخواني هم والله بلاء المجتمع، وفيهم تتفشى المنكرات، ومنهم تصدر المصائب والبلايا التي يعم شرها. والله جل وعلا يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لأن مثل هؤلاء الذين عاشوا مرحلة الجمود، يا إخوان أي جريمة ترونها في واقعكم لابد أن تكون سبقت بالفراغ والجمود، أي جريمة سبقت ترونها لابد أن تكون سبق يعني سبقت بالفراغ والجمود. إيش السبب؟ كان على منهج حياتي معين ثم جمد عن التطور والسلوك أو الاتصال ثم وقف، احتاج إلى المال لنفقات المعيشة فلم يجد، وإن وجد سبلا لا يجد إلا سبل مكاسبها في نظره تافهة، مكاسبها قليلة، مكاسبها محدودة. إيش الحل؟ 20 حبة كبتاجون أو 20 حبة مخدرات، الحبة بمئة في 20 بـ2000 أو هلم جرة، والمسألة مكسب يومي سريع، يعني اختصار لدورة يعني العملية التجارية، كما فعل ببعض الذين تورطوا في جرائم التخريب في المنشآت العامة ونحوها. لما حقق معهم قالوا: والله نحن عاطلون عن العمل، جاءنا إنسان قد يكون رافضي قد يكون شيعي قد يكون وضعه كذا، وقال هذه 100,000 ريال في سبيل أن توصل هذه الشنطة إلى هذا المكان، والآخر يقوم بدور التفجير أو يقوم بدور التخريب وهلم جرة. فهذا الفراغ والحاجة إلى المال والشعور بأنه لا يملك مقومات يظهر بها في مجتمعه دعته إلى قبول هذه العروض الدنيئة السخيفة حتى يواكب أفراد المجتمع فترة ما، وما هي إلا مراحل قليلة ثم ينكشف أمره إلى أبناء المجتمع. فمرحلة الجمود هذه لا تستمر على هذا الجمود نفسه. والذي نلاحظ أيضا من الذين من الشباب الذين يعيشون مرحلة الجمود يا أخواني، أولا يكثر عندهم السهر بالليل ثم النوم في النهار ثم الاهتمامات الدنيئة، ثم الاهتمامات الدنيئة. إيش يشغل وقته؟ في حفظ القرآن؟ لا. في العمل في المشاريع الإسلامية النافعة؟ لا. إيش اهتماماته؟ سحب يسمون هذه السست أحسن
اي نعم السست هذه معروفة. سحب السست مد الصدام حطت اصبر مان شحم الجنوب ودر على الحارات. هذه مصيبة الامة والله. امس القريب تفضل يا اخوي. واحد من ايتك ايش تقول يا شيخ؟ كثرت خلني اسمع. طيب معلش امتنع عن الكلام. فيك البركة ان شاء الله. طيب يا اخي امس القريب ثلاث شباب في دلس الغمرتين، والغمرتين مشبوهة الايام هذه. المهم مثل ما قلت لكم سحب وشحم ووجهه صدام سنه ديسكفري مقلع. ها والمسألة يا اخواني غريبة، وشباب في عمر الزهور وكل واحد معاه سيجارة وبنت البكتار المعروفة هذه. ها والتفت اريد واحد منهم يلتفت الي اناول الشريط ولا ابتسم واسلم عليه واحدث عند الاشارة. حقيقة ما وجدت يعني التفاتة منهم او كانوا مشغولين بما يسمعون. فتحرك قلبي حتى وصلت البيت. هؤلاء بهذا السن شباب لا زالوا في عمر الزهور، سحب الدخان ولا يعني ناس متفننين فيه من مدة طويلة، وهذا وضعهم المصيب. والسبب يا أخوان مشكلة الحرام. تتطور هذه المسألة لا تقف عند حد التدخين. لماذا؟ لأن اللذات الدنيوية متناهية. أنت لو تكون عطشان فتشرب أول كأس من الماء تجد نوع من يعني ترتوي إشباع من الماء، فتشرب الكأس الثاني تصل إلى مرحلة الإشباع يمكن قبل الكامل، تشرب الكأس الثالث تنتهي إلى مرحلة إشباع كاملة من الماء. فإذا شربت زيادة أصبحت العملية عكسية. هل كذلك الذين يجدون لذة مثلا في التدخين أو لذة في السماع أو لذة في بعض الأمور؟ تبدأ البداية في مرحلة لذة، ثم شريط آخر، ثم شريط رابع، ثم شريط خامس، ثم تقف هذه المرحلة. وماذا بعد ذلك؟ فلنبحث عن نوع جديد يحقق إشباعا من نوع جديد. يعني مسألة الإشباع أو اللذة اللي حصلها من الدخان انتهت. كان في البداية أول ما يدخن في حين يعني غرة ويسترق الخطأ والمواقف يدخن سرا يجد لذة إنه يدخن وراء الباب ولا تحت القبول ولا الستارة وهل مجرى. لكن بعدما يصل إلى مرحلة الإشباع في التدخين يريد نوعا جديدا يتلذذ به. والدليل على ذلك تجد الذين خذوا مدة يدخنون يدخن متنرفز. أول كان يدخن يجد لذة، ثم بعد ذلك انتهى الإشباع الموهوم. الموهوم أقول لأن التدخين ما فيه يعني بالحقيقة ليس فيه لذة، لكن يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وقول الله أبلغ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يتوهم أنه يعيش في لذة، ثم حينما تنتهي هذه المرحلة من الإشباع الموهوم يريد أن يبحث عن نوع جديد من الإشباع. إيش النوع الجديد؟ لن يكون النوع الجديد كوكايين ولا مورفين، لا، ستكون حبوب ذات مزاج أو حبوب ذات كيف كما وقع. وأنا أحدثكم من واقع أعرفه وأدركه. أنا أسكن في البديعة وليس بيننا وبين منطقة تكتظ بالسكان، ونسبة من المشاكل كبيرة في تلك المنطقة هي يعني انتشر بينها مثل هذه الأمور. وبالتحقيقات من قبل الهيئة أو الشرطة أو عما نعرف نجد المسألة فراغ، ثم تدخين وجلساء سيئين، ثم بداية هذه حبوب إيش؟ ما تخليه يخترش ولا يحوس الناس، لا، في البداية يروق، في البداية كما يزعم أنه يروق مع الحبوب هذه، ثم بعد ذلك تنتهي مرحلة الترويق، إشباع الترويق هذا ينتهي، فيحتاج إلى نوع جديد، ثم يبدأ في المخدرات الخالصة. كانت تلك مخدرات مخلوطة مشوبة، ثم يبدأ في المخدرات الخالصة ورويدا رويدا حتى ينتهي الأمر إلى حتى أن الشم والتناول قد لا يكون كافي لإيصاله إلى اللذة والنشوة المرغوبة. إيش الحل؟ يبقى الاتصال المباشر بالشرايين والدورة الدموية، يحقن المسألة هذه في دمه والعياذ بالله. وهكذا تنتهي هذه المصيبة. بسبب ماذا؟ بسبب الجمود الذي انتهى إلى التخلف والرجعية، وهي النقطة الثانية التي قلناها في شباب المسلمين اليوم، إما جمود وركود وإما رجعية. وهذه الرجعية التي نتحدث عنها الفراغ من أهم أسبابها وجلساء السوء. الفراغ من أهم أسبابها ثم الجليس السيء، وأنتم تعرفون عندكم ما يكفي عن أضرار الجليس السيء
لكن حسبكم يا أخوان أن جليسا سيء يخالطك في مثل هذه الأمور يصدق فيه قول الله: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. أعرف شابا كان يجلس مع شلة، أنا أعرف جيدا لا يستعمل مخدرة، أعرف ذلك تماما، لكن كان يجهل أن بعض الحاضرين معه يستعملون مخدرات، فلما قبضت عليهم الشرطة: من معكم؟ قالوا: فلان بن فلان. فأتوا بهذا البريء أول من حقق معه، ومكث مدة لكن أظهر الله براءته ونجا. فانظروا بدايات المصائب المرتبطة بالمجالسات، فضلا عما في ذلك من حرمان الإنسان من طاعة الله والاستفادة من الوقت الذي هو أنفس شيء، كما يقول ابن هبيرة: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. اليوم أناس يتمنون اليوم والليلة 36 ساعة، وأناس يطفشون، إذا جاء الصباح قال متى يجي الظهر نتغدى، وإذا تغدى قال متى يجي العصر نتمشى، وإذا جاء العصر قال متى يجي الليل نطارد في السكك والشوارع، يعني ملل من الحياة. فالذين يعيشون مراحل التخلف أولئك أيضا يا إخواني هم ثقل على كاهل المجتمع وعلى كاهل الأسر. ويا مصيبة أمة شبابها عال على أمهاتهم. يا إخواني أنتم قادرون بفضل الله أن تنقبوا وأن تبحثوا في أحوال كثير من الأسر التي أصيبت بمشكلة الفقر والمشاكل الاجتماعية المتعددة. تجد في الأسرة أكثر من شاب يجمعون بين البطالة وبين العادات الرذيلة السيئة، ومن الذي ينفق عليهم؟ أم عجوز مهيضة الجناح كسيرة الجناح. مصيبة والله مصيبة أن تجد شباب رجال هم الذين يجلسون والأم الكبيرة المسكينة هي التي تتناول أو يعني تسعى لتأمين لقمة العيش. وبالضبط قبل يومين أتى إلي رجل أعرف أنه مصاب بجلطة في القلب، وكان عندنا في المسجد مشروع الذي هو في قدوم شهر رمضان نقترح على كل مصلي، أنت أي واحد، نقترح على أي إنسان أن يكون له دور في قدوم هذا الشهر. إيش الدور الذي نريده منك؟ أريد من كل واحد منكم أو المشروع الذي طرحناه في المسجد أن كل واحد في قدوم رمضان يتجه يوما ما إلى البيوت التي يعرف عنها الفقر أو يتحسس الأسر المحتاجة الفقيرة، ثم بعد ذلك يجمع مني ومنكم من الآخر والثالث 300 ريال 400 ريال ويشتري بها كيس رز وكيس سكر وشوي مكرونة وبيمتو وشعيرية، حاجات يعني مما يتعلق بيمتو عشان الدعاية والناس. خلوكم معنا شوفوا وين تلفتوا. المهم يعني يجمع قليلا من الأغذية التي يعني تعود الناس تناولها وشرابها في شهر رمضان ثم يقدمها إلى أسرة من الأسر. جاء رجل محتاج عنده ما يزيد عن 32 نفس. الحمد لله رب العالمين، هي نعمة أو نقمة هذه ما بين أولاد وبنات. الحاصل أنا أعرفه جيدا مصاب بجلطة، وسبق أن سجن في الدين يعني كان مدين، والغرماء أصروا عليه حتى سجنوه حتى اضطر أن يبيع أكثر من سكن له، وبعد أن كان والله إنها بجوار مسجدنا ومن زارني أريته 5 فلل متصلة يملكها هو، أصبح يسكن الآن في الإيجار، وأحد الوحدات السكنية التي يسكنها متصدق عليه بها. حاصل جاء إليه وقال يعني مشروعكم هذا أريد أن أستفيد منه، قلنا ما يكون إلا خير، تذهب إلى المحل فلان ويعطيك من الأطعمة ما يكفي لأربع أسر. فسألت وقلت له أولادك فلان وفلان وفلان والبقية عنده يعني عدد كبير، قال 3 في السجن. اللهم لا شماتة، أسأل الله أن يفك أسرهم وأسأل الله أن يهديهم، هم أسر المعصية الحقيقة، ليسوا أسر الجهاد، ليسوا أسر الشرف، أسر المعصية، ونسأل الله أن يمن عليهم. قلت والبقية؟ قال لا يعرفونني بشيء أبدا، وأنا الذي أعول هذه الأنفس من الأطفال الصغار، يا ربي أخشى من بناتي كثرة وأبو البنات يخاف ثوب العار، يعني حريص أني أمن لقمة، وأقسم بالله أنه مر عليه كم يوم ما عرف الدجاجة في بيتي. فيا إخوان مثل هذا العدد من الشباب الذين أصبحوا نقمة على والديهم وأصبحوا مصيبة على أسرهم ومجتمعاتهم، كيف نريد منهم الخير وكيف نريد منهم الصلاح وكيف نريد منهم النفع؟ فاقد الشيء لا يعطي. أنتقل بعد ذلك إلى الصنف الثالث، إلى القمة، إلى الأسوة، إلى القدوة، إلى الشباب الذين نتطلع إلى وجودهم، وهم والله في هذا الزمان نوادر، وأسأل الله أن تكونوا منهم أيها الإخوة. أولئك الشباب الذين يصدق عليهم مفهوم التقرب، أنا قلت الشباب والتجدد تقريبا للمعنى، وإلا كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي:
من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي، يتقرب يترقى يترفع يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نريد الشباب الذين يحبهم الله جل وعلا. أما التجدد الذي نراه أو يفهمه البعض في شبابنا اليوم، تارة الموديل الفلاني، وتارة القصة الفلانية، وتارة الطريقة الفلانية، وتارة التقليعة الفلانية، هذا اسمه ايش اسمه اخوان؟ اسمه التقلب، ها؟ او التخلف، هو تخلف فكري لكن التقلب في السلوك. والدليل على ذلك تجد الواحد له سمت وسيمة معينة. سألت رجل كثير السفر صاحب تجارة، قلت له اريد ان اسألك سؤال، موديل الكوت اللي يعطت اوله كذا، تعرفون الكوت هذا منين جاء؟ يعني ظاهرة عجيبة من موديلات 89 تقريبا. قال اصل هذه التقليعة في ايطاليا، الاصل انها في ايطاليا، ثم الى امريكا، ثم نقلت الينا. قلت نعم، خل اسمع يا اخوي. طيب هذه 1-0 ولا زين؟ الحاصل يا اخي الكريم، هذه التقليعة أصلها في إيطاليا، ثم إلى أمريكا، ثم جاءت إلينا. وبعد ذلك الشاب اللي ما عنده كوت يصفته كذا ويزر في وسطه، ما عاد يعني ليس مجاري لما يدور في المجتمع. أنا ما أنتقد لبس هذا النوع من الملابس، لكن كون الإنسان يلبسه لأنه أصبح التقليع أو موضة، معنى ذلك أن الإنسان أصبح متقلبا في سلوكه. ولو بعد مدة جاءنا موديل لبس الكوت مقلوب، ستجدون من يفعله. وصدق صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا هو الواقع في الشباب الذين أتقنوا فن التقلب والأرجحية، يعني ما ثبتوا في سلوكهم وفي حياتهم. حينما تكون النفس خلو فارغة من الزاد وفارغة من المنهج السليم الذي يجعل الإنسان على جادة معينة، تجد الإنسان تارة يذهب يمينا وتارة يذهب يسارا. حينما أقول إن فلانا منكم قد قصد بيت الله الحرام قاصدا مكة، تلقى يمسك الخط السريع أو خط القصيم أو خط المنطقة الفلانية ثم يتجه. طيب يا أخي في مخرج، ليش ما تروح يمين؟ يقول لك أنا حددت الهدف وعرفت الغاية وهذا هو السبيل. لكن الإنسان تجده يسير بسيارته، يجي مفرق شجرة يلف، يجي مفرق الزلف يلف، يجي مفرق القصيم يلف، يجي مفرق الدوادم يلف، تلقاه ملفلف. وين؟ ليس عنده هدف وليس له غاية. فهذا واقع الشباب الذي نراه الآن للأسف، واقع ما تجد الشاب عنده غاية. ولذلك كل من يلوح، كل من يلوح له بعلم تجده يتجه إليه حتى ينظر ما عنده ثم يتركه ويعود. فيا إخواني، نريد ترقيا، نريد تطورا، نريد تقدما. والتطور الذي أقوله ليس أننا اليوم متدينين ثم نتطور نطلع بتقليعة جديدة، أو ملتزمين ونطلع بدين جديد، لا. أريد تطويرا لذواتنا، لكفاءاتنا، لقدراتنا. الواحد منا كفاءته أو قدراته الآن، يعني قد يجيد الحديث نوعا ما، يحفظ مثلا 3 أجزاء، عنده قدر معين من السنة، محافظ على بعض الأنشطة، هل يستمر هذا الشيء؟ لا، نريد تجددا في هذا النشاط. فهذه السنة كان يحفظ 2، نريد أن يضيف تجديد إلى أو رصيد جديد إلى معلوماته لكي يحفظ 3. كان يحفظ عدد من الأحاديث، يجدد معلوماته حتى يحفظ جملة جديدة. وهذا الترقي أيها الإخوة هو بإذن الله جل وعلا كفيل بأن يجعلك يوما ما تقف قمة وتقف إماما. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يا إخوان، الإمامة والريادة والقيادة في الدين والقدوة الحسنة، كي تكون قدوة هذه تحتاج إلى صبر. لا يستوي الشاب الذي ينام الساعة 2 من الليل ويستيقظ الساعة 7 أو 6:30 أو 1 من الليل ثم يستيقظ، مع الشاب الذي يجاهد نفسه حتى لا يسهر، وإذا أذن الفجر جاهد نفسه حتى يقوم من فراشه. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لا يستوي الشاب الذي أي مقطوعة أو معزوفة تستهوي ليسمعها، والشاب الذي يكرم نفسه ويرتفع بنفسه عن سماع ما لا يليق. وبالمناسبة قد يسأل البعض كيف تريد الإنسان أو الشاب في مثل هالمرحلة لا يسمع الغناء؟ أنا لو سألت أي واحد منكم
هل يليق بمسلم شرفه الله جل وعلا أن يصرف وقته وجهده باللهو والطرب؟ أظن حتى وإن كان الإنسان يسمع لكن لا يستطيع أن يجيب أن يقول هذا يليق. وأضرب أبسط الأمثلة على أن هذا الأمر لا يليق. لو أن إنسانا وقف أمام جمهور كريم مثلكم وجاب قرقوشة أطفال قال أيها الشباب قام يرش لكم القرقوشة هذه، تقولون هذا مجنون حقيقة جاي حدثنا بقرقوشة؟ إيش الكلام هذا؟ حدثنا بما لا يليق، عرض علينا ما ليس في مستوياتنا، هذا مستوى الأطفال الصغار. فكذلك أيها الأحبة، الشاب الذي يعرف قدر نفسه، يعني عنده احترام ذاتي لنفسه حتى ولو في خلوته فيما بينه وبين نفسه، لا يرضى أن يحدثه مطرب بكلام سخيف بكلام تافه بكلام غريب. وأقول لكم مثالا بسيطا، يعني الشيء يعرف من معادن ولا يباع البيض على إيش؟ على سلاقيه. فمنذ مدة زرت السجن وقابلت مطربا تعرفونه أو يعرفه البعض، تعرفون أبو خالد الحاصل فهد بن سعيد، ذهبت إليه ويعني تحدثت معه في السجن، فرأيت ولله الحمد والمنة طلعة يعني سماها التوبة والرجوع إلى الله والعودة إلى الله جل وعلا. وكان الحديث والله يا أخوان يعني كلمة أخرجها ويعني الكلمة الأخرى تتقطع مما أرى فيه. قلت له يا أبو خالد يعني زرتك والله أسأل الله لك الثبات أولا، لأنني أعرف أن المطربين يسوءهم أن يقال فلان تاب وفلان تاب وفلان التزم وفلان استقام، فلا بد كما أنت تزوره لتدعو له بالثبات يوجد من يزوره يقول أبو خالد وين السهرات انعشنا عطنا، وين العودة 12 وتر، وين الريشة، وين كذا وين كذا. المسألة يعني يذكرونه بالماضي ويرغبونه إليه. فإذا أنت والآخر من أحبابه في الله أو ممن يتمنون الخير لإخوانهم المسلمين ويخافون أن يقع أحبابهم وإخوانهم في الجنة في النار ويشفقون على دخولهم الجنة، لا بد من الزيارة والدعوة. بعد هذه المسألة قلت كيف وضعك مع الفن؟ قال عرفت الفن قبل أن يعرفه هؤلاء الناس من 30 سنة أيام بيروت. أيام بيروت وما حصل في بيروت من الجنان الوارفة والأنهار المتدفقة ويعني الطبيعة الخلابة كما يقال، كنا نعرف الفن في بيروت من ذلك التاريخ. ووالله يا أخي لو أنا مضيت واستمريت على هذه الحال ولم يمن الله علي بأن أقع في يد أمينة حفظتني في هذا المكان ودعاني من دعاني إلى الله يقول بهذه العبارة والله مت ميتة حمار. والعجيب يا أخوان أن هناك شباب يقول أبدا، إذا التزم فهد بن سعيد أنا ألتزم، إذا تاب أبو خالد أنا ألتزم، ما يصدقون. يعني تجد الإنسان عنده ما أقول انفصام، تخلف عقلي، إن المسألة يعني لا يريد أن يجتهد هو بنفسه لكي يعرف. الذين بدأوا الطريق ووصلوا آخر مثل أول يعني تعرفون ابن ماجد الرحالة ولا كريستوفر كولومبس ولا فاسكو دي جاما، أي مكتشف إن صحت نسبة الاكتشافات إليهم في حين أن حقيقتها للبحارة والرحالة المسلمين لكن نسبت إلى غيرهم، أي مكتشف سموه، أي مكتشف سموه، ذهب إلى عالم مجهول وقال أبحرت وسافرت إلى هذا العالم ثم رجعت وأنا أخبركم أن هذا عالم ليس فيه شيء، ارجعوا قد كفيتم. فحينما أسأل هذا الرحالة المكتشف الذي وصل آخر البحار أو الأقطار أحسن ولا أسأل واحد صيادة سمك قاعد على الشاطئ؟ لما في شك تبي تسأل المكتشف الكبير هذا لأنه أدرك آخر الطريق. فالذين يعني يعوقهم اللهو والطرب عن التجدد وعن الرقي وعن التقرب في دين الله جل وعلا فليسألوا أرباب وسلاطين الفن، اسألوهم من الذين وقعوا. يا أخوان تعرفون هذا كاستيفنز اللي تحول اسمه إلى يوسف إسلام، مطرب بريطاني كان يحيي الليلة الواحدة في بريطانيا في لندن ب500,000 جنيه استرليني وجمهوره كبير، ومع هذا كله كان لا يرضى أن يحيي إلا ليلة واحدة في كل شهر. فلما من الله عليه بهذا الإسلام الرجل له جهود في أفغانستان، جهود في أفغانستان، مؤسسة لها جهود، وبشهرته وبما عنده وبما يناله أصبح يسخر كل ما عنده لخدمة دين الله جل وعلا. حتى أن أحد الشباب أخبرني قال كان في بعثة فدخلت حجرة أحد الأصدقاء في أعماق شقته فلقيت كل الجدران يوسف إسلام، صورة ماسك جيتار،
وصوره واقف عند سياره وصوره واقف عند خيل وكل الجدار صور لكا ستيفنز. هذا قال قلت له وش هذا؟ قال هذا والله لو تسمع له مقطوعه يخرشك ما يخليك على اعصابك هذا. واخذ يمدح فيه ويثني عليه. فلما انتهى قال لو قلت لك ان هذا الرجل الان ملتحن تائب الى الله مسلم صادق داعيه بحق قال ما اصدق. امشي شيخ. قال اقول لك هذا الكلام. قال فاخذ بيده وذهب به الى بيت كاستيفنز وزاره واياه سويا. فلما راه اخذ يبكي بكاء مريرا قال نحن ابناء المسلمين نقف في اخر الذنب ذنب القافله والذين هم رؤوس في الضلاله والكفر اصبحوا يدعون الناس الى الاسلام. يعني هذه الفاجعه والمصيبه التي نحن نراها الان يعني الذين وصلوا اخر السكه واخر البحر واخر المشوار قالوا ايها الناس ارجعوا فقد كفيتم لقد ابحرنا ولقد ذهبنا وراينا فلم نجد عالما بعدما وصلنا اليه. اين الحق؟ اين الخير؟ اين السعاده؟ موجوده بما عندكم. لكن مع هذا كله نقول لا نحن ما نصدقهم نبي نمشي نفس المشوار الذين مشوه ثم تضيع الاعمار في معصيه الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ايها الاحبه خلاصه ما اريد ان نعرف ان الواحد منا ينبغي ان يثبت وجوده ان يكون لك وجود في هذا الكون. يا اخي هذا الجسم بما فيه من الشرايين والعروق والأجهزة والمسألة يعني ودقيق خلق الله جل وعلا أتظنونه خلق عبثا يا أخوان؟ أتظنون أنه خلق عبثا؟ لا بد خلق لمهمة لا بد خلق لدور. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في أحسن صورة في أبهى هيئة أجمل وأطيب وأكرم من كرم الله جل وعلا أنت أيها الإنسان. أفيمر هذا العمر هباء منثورا؟ ثم المصيبة أن الإنسان إذا مات كأي بهيمة ذبحت أو ماتت حتف أنفها ولا يعرف له وزن ولا قدر. من الناس كما يقول الشاعر والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. تصوروا يا أخوان شباب في مثل أعماركم الواحد منهم لم يتزوج يعول قرابة 50 تعجبون؟ نعم تعجبون. كيف يعول 50؟ يكفل 50 يتيما يقول ما جلست مجلسا وما ذهبت وما أتيت إلا وأعرض معي استمارة يتيم. يا أخوان هذا اليتيم يقول في أي مجلس يحضر مناسبات أفراح يحضر مناسبات عامة معي يتيم أنتم تشبعون وتأكلون وهذا اليتيم لا يوجد من يكفله. لا أريد منكم مئات أريد على 10 ريال وخمسة ريال. ثم يدور على الجميع وهو موثق من قبل الرابطة أو الندوة أو أي جهة معروفة ثم يجمع منكم مني ومن الثالث ثم في نهاية هذا اليوم يأتي للرابطة يقول تفضلوا هذه كفالة يتيم ثم بكرة الولد الثاني يكفله. وهلم جرة يعني شباب فعلا ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. وفي المقابل تجد آلاف الشباب الذين ما خطر ببال أحدهم أن يحقق الخير لنفسه فضلا عن أن يحقق الخير لمجتمعه. وكما يقول إبراهيم بن أدهم من هم الذين يذكرون ويفقدون ويوجدون؟ هم خمسة يا أخوان أعدوا معي. إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة، وموت العابد وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت الفارس الضرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة. فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الخلق همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. فيا إخواني أنتم من الذين يبكى عليهم إذا فقدوا أم من الهمج الرعاع؟ أنتم من الذين لهم وجود أم من الذين هم أهل جمود أهل ركود لا نفع ولا شفع فيهم؟ أسأل الله أن نكون وإياكم مباركين أينما كنا، وأسأله سبحانه أن ينفع بكم. ويا إخواني فلنعد إلى الله عودة صادقة. أنا أعرف أن كثيرا من الشباب يظنون أن الالتزام بالدين تعقيد وتشديد ووسوسة وتطرق وهلم جرة. كان واحد من الشباب يعني من المقابلات اللي حصلت وصارت بيننا يعني مثل المنزعج لا يريد أن يلتزم لا يريد أن يتدين. قلت له يا أخي أنت عارف أن التدين الواحد يرفع ثوبه إلى الركبة ويتفل على الناس ويصيح على الناس وصلوا لا تصلون وهجوم ومع معارك؟ لا يا أخي، حقيقة الالتزام بالدرجة الأولى التقوى،
التقوى ترك المحرمات. اترك المحرمات بالدرجة الأولى، ثم بعد ذلك ما نقول صم يوم وافطر يوم، نقول لك صم اثنين وخميس، نقول صم ثلاثة أيام من كل شهر، هذه من النوافل بحسب طاقتك، لكن نقول صل الصلوات مع الجماعة. ما نقول ارفع ثوبك إلى ركبتك، نقول ارفع ثوبك فوق الكعب 1 سنتي، لأن ما أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه. لكن إذا تهيأت يعني بزينة تلبسها في نفس الوقت، هذا الثوب ممتاز ومنشأ مضبوط كما الشباب يهتمون، ها، ورفعته فوق الكعب 1 سنتي، هل تقع في الحرام؟ أجيبوني، هل تكون آثما؟ طيب حينما تقف تصلي أحد يلزمك أن تفعل هكذا بصلاتك؟ أو حينما تقف تضع اليمين على اليسار على موقع مناسب في الصدر وتصلي وأنت وجه كل بشاشة كل طمأنينة؟ أنا لما أحدث إنسان أحبه تجدني منطلق الوجه منشرح النفس معه، لكن لما أتحدث مع إنسان منزعج في الحديث معه أريد فراقه وأريد ختام الحديث معه تجدني أحدث مقطب الجبين مقطب الوجه. فحينما تقف للصلاة ما أحد يدعوك لكي تقطب، كما يظن البعض أن الالتزام امسك هاليد على هاليد واخنق عمرك وحط رجل في إذا ورجل هناك ولاحق عباد الله برجولك، ها، ثم تظن لا يا أخوان ما هو هذا الالتزام. ولا البعض مثل ما حدثني يعني واحد من الشباب أبوه عضو هيئة كبار العلماء، يقول طلعنا في رحلة مع بعض الشباب وأول ما نزلنا يقول العادة أن نجلس بقى يعني أول العصر حتى يعني وقت يعني الشمس يعني تفتر قليلا، نقرأ صفحة من كتاب أو فائدة ونشرب الشاي، ثم كل واحد يلبس الترينج والتكميلة والقدد جاهزة ونفرق ونلعب. يقول طلع معنا شاب لأول مرة ما يعرف وش يعني ما هو الالتزام ما هي الاستقامة، وكان الوقت خذنا ما معنى وقت يكفي لكي نقرأ. فأول ما نزلنا قلنا يا إخوان الوقت ضيق، لابد أن نجعل القراءة أو الفائدة بعد صلاة المغرب والعصر نجعله في الرياضة. فيقول أول ما جلسنا كل واحد فتح شنطة سيارته ولبس التكميلة والبوت وفرقنا. قال أنتم بطاوعة تلعبون كرة؟ يقول قلت له نعم، يعني إيش فيه كرة حرام؟ قال والله أنا حسب كل واحد يقعد عند كفر ويصيح. يا أحبابي إي والله، تصور كثير من الشباب، تصور كثير من الشباب للالتزام والاستقامة تصور فيه انفصام فيه انعزال فيه نفرة. لا يا أخي، والبعض يظن أنك حتى تكون ملتزم لابد أن تكون جادا مقطبا مبحلقا مستدير العينين واسع الحدقة شديد النظر، هذه صفات واحد بيقاتل شيوعي. المسألة إيش يعني؟ أنت بالتزامك هذا نطلب منك كما قلت حسن الهيئة، البس ثوبا جميلا، وما أقول لك لازم ترفعها يعني كما يتوقع البعض أنه إذا ما حطها في نصف الساق وإلا لن يكون ملتزما. لا يا أخي، إذا شئت أن تضعه إلى نصف الساق بهيئة طيبة كما هي السنة، وكذلك حينما تتجنب الحرام أنت موفق لسنة الحلال، وهو أن ترفع فوق الكعب 1 سنتي، أو يعني المهم أن لا ينزل على الكعب. نقول أيضا كذلك لا تظن أن الالتزام يعني تقطيب في وجوه الناس، بالعكس هذا الدين الوحيد الذي تراه بفضل الله جل وعلا لا يضيع عليك شيء مجاني، المسلم ما يعرف شيء مجاني. لماذا؟ السلام عليكم، التحية بكذا حسنة، تبتسم في وجه أحد أحبابك وتبسمك في وجه أخيك صدقة، حصات في الطريق تزيلها وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، تجد كفيف يمشي تأخذ تقطاب الشارع ولا توصله هذه أيضا صدقة. فأنت تجد يا أخي الكريم أنه ما من عمل في يعني في يومك أو في ليلتك إلا ولك به أجر. إذا فهمنا الالتزام بهذه الصفة، إذا فهمنا أن الالتزام لا يحد من هواياتنا وطاقاتنا. كثير من الشباب لما جاء إلى بعض الأندية الرياضية ورأى ما فيها من نجوم الرياضة من أبطال المنتخب من الشباب اللامعين، وفي نفس الوقت والله إن من الشباب اللامعين في بعض الأندية من هم يفعلون أمورا ما فعلناها بفضل الله جل وعلا عليه، بماذا؟ من حب الناس لهم، واستغلوا هذه المحبة في دعوة الناس إلى الخير. لما يجد لاعب محبوب لدى كثير من الجماهير ويجلس مع عدد من الشباب ويقول يا أخواني تبحثون عن الشهرة؟ تبحثون عن كذا تبحثون عن كذا، والله ما وجدنا السعادة إلا في الاستقامة إلا في الالتزام إلا في الانضباط بأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الشباب أدعوكم ونفسي أن نجدد النظر في واقع نفسنا، هل نحن ملتزمون أم لا؟ وإذا كان الجواب بنعم فلنتمسك ولنجتهد، وإذا كنا غير ملتزمين
فلنعرف ما هو الطريق المعبد الجميل السهل نحو الالتزام. لا نسلك طريقا يبعدنا وينفرنا عن أقاربنا وأحبابنا وجماعاتنا، لا، نريد الالتزام يا أخوان الذي نلتزمه ونحن نشتاق أن نستمر عليه وندعو الله أن نثبت عليه إلى أن نموت. أما التزام لمدة 5 سنوات تاريخ الصلاحية تنتهي، هذا ما يصلح. أو التزام تلتزم وأنت تشعر أنك يعني شاد على نفسك، مثل ما يحب يعني مثل ما يقول مطوع وده يبشر، ها؟ لا، أريد ملتزما أو نريد ملتزما يتلذذ بالالتزام، يجد السعادة والفرح بالالتزام، يجد القناعة التامة بهذا الالتزام على أمر الله. كيف تجد ذلك؟ تجده بحسن الفهم في دين الله. إذا أحسنت الفهم وأحسنت الصحبة والأصدقاء فإن في ذلك خير عظيم. والعجيب يا أخوان أن بين الشباب فئات يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا. من الشباب يعني في دجته أو في ماضيه أو نحو ذلك، تجده يعني شرير نشيط نشاط غريب، فإذا من الله عليه بالهداية يا أخوان وجدت العجب العجاب من أفعاله وتصرفاته. أعرف 2 من أبطال الجهاد في أفغانستان شايلين الشرقية على رؤوسهم، أيام ماضيهم وأيام خلت من يعني فساد عفى الله عنه، يحلفون بالله العلي العظيم يقولون: ما خلينا منطقة إلا حسناها وخرجنا، حتى أرامكو جينا وحسناها وخرجناهم طلعوا وخليناهم. ليش طيب؟ ثاني ناس مجموعة عمال يشتغلون بالنفط والشغلات هذه، وش مسلطكم عليهم؟ بس مزج، نفكر فنفعل، نفكر فنفعل. تطري عليهم يشترون، طبعا ما أعرض الفكرة اللي تطبقوها، يقول نشتري مثل ذاك اليوم 4 صناديق طماط ثم نقف في رصد وأي قزازة ثم نجلس نضحك، هات بيض وهلم جرة. رب المناسبة يعقوب عليه السلام لما قال إني أخاف أن يأكله الذئب، أولاد يعقوب قالوا: يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. فلما خوفهم من شيء فعلوا، لكن انتم ان شاء الله عاقلين، مو بقى تروح تشتري 4 صناديق طماطم من بسم الله، لا، بعيد عنكم هذا. فالحاصل يا اخوان اولئك الشباب يعني بلغوا في الفساد حدا، فلما من الله عليهم بالتوبة الصادقة، لما من الله عليهم بالاستقامة، والله يا اخوان من خيرة المجاهدين. واحدهم أقول أولئك كانوا قمة في الفساد، فلما من الله عليهم بالهداية أحدهم من آخر أخبار حدثني قال: نزلنا في منطقة جلال أباد مع بعض المجاهدين الأفغان تسلل في الليل، اختطاف ضابط برتبة لواء أفغاني شيوعي، اختطفناه من بيته وخرجنا به إلى موقع المعسكر وحاكمته، ثم جعلت الرشاشة بجميع رصاصه في رأسه وبدنه. قلت: والله يا أخي اجعل يمنا ما نعدمها، بيض الله وجهك، وين ترجيم الناس بالطماط؟ وين الجهاد في سبيل الله؟ لكن الإيمان يصنع المعجزات يا أخوان، الالتزام يصنع عمر بن الخطاب الذي كان إذا سلك واديا سلك الشيطان واديا آخر، ولما أسلم وكان الناس يستخفون بالإسلام ذهب إلى الصفا ووجد صناديد قريش، قال: وين ألقف واحد في قريش؟ من هو أنشر قريش للحديث؟ قالوا: فلان. قال: فذهب إلى بيته وطرق عليه الباب، قال: أما علمت أني آمنت وشهدت أن لا إله إلا وأن محمد رسول الله؟ قم فأخبر من وراءك، يعني عارف أن ملقوف وكالة أنباء، ثم قال: راح علم كل الناس. فالمسألة ما فيها يا أخواني، حينما يخالط الإسلام والإيمان مشاشة القلوب تجد العجائب. تجد الشاب اللي كان هم التسحيب وسسة وجنوط ويايات وما نعرف إيش، تجده يعني قوي مجاهد شجاع داعية، يعني صاحب مشروع يعمل لخدمة نفسه وخدمة إخوانه وأبنائه. لكن مشكلتنا يا أخوان اللي يقول: ها أنا أريد ألا يفتح هذه الغترة أحد، عندي شوية معلومات، مطرب المفضل، النادي المفضل، الصديق المفضل، ومجموعة شيء مفضل، ولا يريد أن ينفتح وأن يفهم وأن يطلع. لا يا أخي، اسمع الشريط الذي يهدى إليك، اسمع الشريط الذي تسترى أنه نافعا، وتأمل ما هو حال هذه الموضوعات التي في هذا الشريط، هل تنطبق عليك أم لا. والله إذا حقق الواحد منا التزاما، ومن بينكم ولله الحمد والمنة، بل كلكم يعني نسأل الله أن يبارك في الجميع، كل واحد منكم يستطيع أن يكون له شأن، كل واحد يتصور عملية من العمليات يقودها شاب عمره 18 سنة في أفغانستان. أبو 18 هذا تلقاه حين في العلية مع طبل وبيرق يدور،
إلا ما شاء الله من الشباب. يعني انظروا الفارق، لما خالط الإيمان وحب هذا الدين في هذه النفس جعلت من أبي 18 سنة جعلت منه قائدا يقود مجموعة تدرب وتمرس وعرف الجهاد وعرف المواقع والتسلل على العدو وله شأن عظيم، وفي المقابل قد تجد أبو 30 وأبو 35 سنة يا للأسف يستمر على ضلاله وغوايته. اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكر لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل، إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل، ذهبت لذاتها والإثم حل. ملذة المعصية يا إخوان لحظة ثم تنتهي، ويبقى حسرتها وألمها وشؤمها الذي قد يدرك الإنسان ويكون نهاية سيئة وخاتمة وخيمة له. لكن طالما أن هذه المعصية عصيان لله، تكبر على طاعة الله، لذة لحظة ثم تنتهي، إذن فعلينا بالملذات التي لا تنقطع، ألا وهي الالتزام بأمر الله، ثم مجالسة الأحباب والإخوان في الله، الاستفادة منهم، السفر معهم، مجالستهم. اتخذ جليسا صالحا زينة في البلاء، زينة في الرخاء وعدة في البلاء. وأود أن أسمع إذا كان عندكم أسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فضيلة الشيخ، قبل هذا لا يسعنا إلا أن نشكركم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزق أبناءنا العمل والتطبيق والسير على الهدي الذي رسمه الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا سائل يقول: سلام فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما نصيحتك لشاب يريد الانضمام إلى الشباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخي، الشباب ما هو يعني جبهة مستقلة الإنسان ينضم ولا ينفصل، لا، في أي مكان، جيرانك، إخوانك، إمام المسجد، جماعة المسجد، هم الثلة الطيبة التي ندعو إلى التمسك والالتزام بهم، عملا بقول الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فنحن مسألة، يعني لا يتظن يعني يظن البعض من صيغة السؤال الانضمام يعني أن الذي لم ينضم لم ينفصل، وكونه لم ينضم أو منفصل معناه أن هناك جبهة وهنا جبهة. لا، مجتمعنا في بلادنا ولله الحمد والمنة كل واحد، لكن في هذا الجمع ثلة طاهرة في هذا المجتمع، يعني أعتبرهم سادة قدوة، تعتبرهم من أطيب ما في المجتمع، فأولئك ندعوك بأن تبحث عنهم. سلمان الفارسي، تعرفون قصة إسلامه؟ نعم، أخذ مدة وزمنا طويلا يسافر ويتنقل حتى وجد الحق، وكذلك غيره، أبو ذر الغفاري وعامر بن الطفيل الدوسي وغيره وغيره من الصحابة. فلنا في رسول الله وصحبه أسوة حسنة، فمن كان يعني فاقدا للجليس الصالح فليبحث عنه. وأظن أن مثل هذه المدرسة لا تخلو من محضر طيب، سواء كان في يعني نشاط التوعية الإسلامية أو نشاط المكتبة أو أي نشاط ملازم، يعني لا نجد الطيبين إلا في نشاط التوعية، يمكن في الجغرافيا، في الفيزياء، في التاريخ، في أي نشاط يجتمع أفراده على مرضات الله والحب في الله جل وعلا والبذل في الله والتزاور لأجل الله سبحانه وتعالى. فمن بحث عن شيء وجده، ولا أتردد بالجزم بأن من أراد جليسا صالحا لو اتصل بمدير المدرسة أو أحد المدرسين الأفاضل لوجد بغيته وجوابه عنده. فهذه دعوة لي ولكم أن نتمسك بأحبابنا وإخواننا وألا ننصرف عنهم قليلا أو كثيرا. طيب، نعم، أي خلاص. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسميت الشريط التائب أحمد توبة صادقة، هل تستطيع القول بأن التوبة صادقة؟ والله يا أخي، التوبة النصوح لها علامات. أي نعم. أما بالنسبة للتسمية، فيعني عهدي بالشريط حال الانتهاء من الخطبة. عهدي بالشريط أي شريط كان، أنتهي من الخطبة والباقي يتولاه مثلا صاحب التسجيلات، يسمي الشريط ويعرضه على وزارة الإعلام أيضا، ويفصح إعلاميا بفضل الله جل وعلا وينتهي المسألة.
أما مسألة هل تستطيع الحكم بأن التوبة صادقة، نقول من خلال السمات والصفات التي عرفناها نعم نعرف أنها توبة صادقة، لأن من دلائل التوبة الصادقة الحسنة بعد السيئة. فالشاب بعدما حدث منه ما حدث أصبح يصوم يوما ويفطر يوما، وليس في هذا والله مبالغة يا أخوان. وقلت في الشريط سيسمع هذا الشريط أقوام فيكذبون، ولكن ليس من شرط الحق أن يصدقه الناس كلهم. الرسول لما جاء أحد يشك منكم في صدق الرسول؟ الرسول صادق، ومع ذلك كذب من كذب. فكون هناك من يكذب هل يدل ذلك على أن الرسول ليس بصادق؟ لا. فكذلك أي موعظة وأي فقه أو أي حكم نعرفه فحينما نجد من يشكك فيه ليس من شرطه أن يصدقه الناس كلهم، إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. فعلامات التوبة الصادقة وجدت في هذا الشاب بعد أن حدثت منه المعصية، حدث منه الإنابة إلى الله، حفظ القرآن الكريم، تغير ذلك في سلوكه، ندم على معصيته. وليس في الإسلام عقدة الذنب التي هي موجودة عند النصارى. خذوا فائدة مختصرة بسيطة عن عقدة الذنب عند النصارى. ماذا يقول النصارى في عقدة الذنب؟ قالوا إن أبانا آدم اقترف خطيئة جرت علينا شؤما كلنا. خطيئة آدم ما هي خطيئة آدم؟ الأكل من الشجرة. قالوا آدم أكل من الشجرة فخطيئته جرت علينا الشؤم، فلم يخلصنا إلا يسوع المسيح المخلص لما قدم دمه على الصليب فصلب، عند ذلك كان هذا دم الغفران فغفر للبشرية. وإلا فإن الإنسان ما لم يعتقد أن توبته وخلاصه من الذنب عن طريق يسوع المسيح، وإلا فهو يعني باق فيه شؤم الذنب. هذا لا يوجد في الإسلام. صحابي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمعوا معي قصة هذا الصحابي. كان تمارا، تعرفون شو التمار؟ يبيع التمر. فجاءت امرأة حسناء قالت هل عندك تمر أجود من هذا؟ قال نعم في البيت أجود منه. فلما وصلت معه إلى باب الدار كان بينه وبينها أمرا ما أوجب الحد، يعني ما حصلت يعني مثل ما تقول كشف عورات أو شيء، لعل حصل منه كما يقول الشنقيطي رحمه الله نوع من المس أو الحس. ها؟ فإيش اللي حصل؟ ندم على فعلته تلك وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إني أذنبت ذنبا. فأخبر الرسول بما فعل، فأطرق صلى الله عليه وسلم مليا حتى تغشاه الوحي ونزل عليه قول الله جل وعلا آية مدنية في سورة مكية، سورة هود. الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فما دام الرجل قد كفر عن ماضيه بالحسنات الصادقة بإذن الله جل وعلا نعتبر هذه توبة صادقة ولا نشك في ذلك. أسأل الله لي ولكم التوبة الصادقة النصوح. هذا السائل يقول سمعت أن نائب النادي الهلال منصور بشير قد استشهد وهو يجاهد في أفغانستان، هل هذا صحيح؟ أما كونه يجاهد فهذا حقيقة نعم من المجاهدين، لكن هل استشهد ولا لا ما عندي خبر أكيد. وأمس كنت فيه يعني فاتني أن أسأل أحد يعني الإخوة اللي يعني لهم نشاط يعني من الرياضيين المعروفين وفي نفس الوقت لهم نشاط وحب للجهاد، فاتني أن أسأل لأني سئلت أكثر من مرة وأنسى أن أتتبع هذا الحدث، لكن أعد إن شاء الله بأن أجيب وأخبر الشيخ عبد الله، فمن أراد الاستفسار يرجع إليه. شكر الله للشيخ الفاضل على هذه الكلمة القيمة، ونسأل الله ينفعنا وإياكم.